النهارده هنعمل مع بعض طاجن الباميه باللحمه الضاني. المقادير: نص كيلو باميه، كوبايه ونص عصير طماطم، نص كيلو لحمه ضاني، بصله كبيره متقطعه رفيع، 4 فصوص ثوم متقطعين رفيع جدا، ثمن معلقه 7 توابل، نص معلقه ملح، ثمن معلقه فلفل اسود، قرن فلفل شطه حسب الرغبه، معلقه كبيره مرق الدجاج، نص معلقه كزبره ناشفه، معلقه كبيره عصير ليمون، وحوالي 3 او 4 معالق زيت. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هنعملها هنبتدي نعمل اللحمة. هحط معلقة كبيرة من الزيت في الطاسة. بعد ما حطيت معلقة كبيرة من الزيت هبتدي دلوقتي ارصص اللحمة، وياريت الصينية تكون كبيرة شوية عشان اللحمة ما تبقاش على بعضها. هحط شوية فلفل اسود على اللحمة، وهسيب اللحمة تاخد لون من كل الجهات. بعد ما شوحت اللحمة كده من كل الجهات وزي ما احنا شايفين اللون اخد زي بني فاتح كده، طبعا هي لسه ما استوتش. دلوقتي هضيف نص البصل عليها واقلبها كويس. هسيبها شويه لغايه لما اللحمه تاخد من طعم البصل. بعد ما البصل اتشوح شويه مع اللحمه هضيف دلوقتي شويه ملح وشويه من 7 توابل وشويه تاني من الفلفل الاسود، واقلبهم كلهم. هضيف دلوقتي عليهم عصير الطماطم. واسيبهم لما يغلوا. اول ما الخليط يغلي كده هحط عليه دلوقتي مرقه الدجاج. دلوقتي هغطي على اللحمه واسيبها تسبك شويه لغايه لما نعمل الباميه. في صينية تانية على البوتاجاز هحط معلقة من الزيت، هحط عليه على طول البامية واشوح البامية. بعد ما شوحت البامية هحط عليها نص البصل ونص الثوم وقرن الفلفل الشطة، واحط شوية ملح واشوح لغايه لما البانيه تاخد من طعم البصل والثوم ويتشوحوا مع البانيه. بعد ما البانيه اتشوحت كده هحط عليها دلوقتي عصير الليمون. كده خلاص البانيه خلصت، هشيلها من على البوتاجاز. كده خلاص اللحمه اتسبكت، هحط كل التوابل. هحط فلفل اسود و7 توابل، واحط بقيه الملح واسيب شويه ملح صغيرين. دلوقتي خلاص هنبتدي نجهز نعمل الطاجن. احط الباميه واقلبهم كلهم على بعض. قبل ما احطهم في الفرن هعمل حاجه بسيطه قوي، هضيف للحمه والباميه طعم جميل جدا. احط على البوتاجاز صينيه تاني واحط فيها نص معلقه زيت. بعد ما بيسخن الزيت هحط دلوقتي عليه بقيه الثوم، الكزبره الناشفه وشويه الملح. حضمرت الثوم هحطه على طول على الباميه. دلوقتي هنحطها في فرن البوتاجاز على درجه حراره 400، وهسيبها ما بين 30 ل 40 دقيقه، ولما تخلص هنرجع نشوفها هيبقى شكلها ازاي. كده شكل طاجن الباميه بعد ما طلعناه من الفرن، قعد تقريبا 30 دقيقه، وزي ما انتم شايفين بيطلع جميل جدا جدا وريحته حلوه قوي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.